يعني اليوم يعني حقيقه الاخوه في تقدم، حقيقه خطابهم السياسي عن كرسي رئيس مجلس النواب حقيقه يعني يدفعنا الى الاستغراب والتساؤل الكثير عن هل انه اليوم منصب رئيس مجلس النواب هل هو متوارث لحزب تقدم وللسيد رئيس مجلس النواب؟ يعني هل هو يعني استورثوه حتى يطلع محمد ريكان ويجي بديل عن محمد ريكان؟ اخي الفاضل، تقدم لا يمثل الطيف السني، الطيف السني والمكون السني قلناها ونقولها مرارا، المكون السني اكبر واسمى من ان يختزل بحزب عمره سنتين ونص، ما يتعدى سنتين ونص. هذا الكلام عن اغلبيه نوعيه وكميه حقيقه يعني عند الناس الفاهمين الجو السياسي حقيقه يدعو الى يعني الضحك. زين تمام دكتور، دكتور عدنان تقدم يصور نفسه امام الدارع. تمام دكتور عدنان، يعني تقدم عمره دكتور خليني اكمل، لا لا بس فيها بس فيها بس خليني شويه وياك، خليني شويه وياك كم اسوي لك، خليني شويه وياك. اولا تقول تقدم عمره سنتين ونص 30-35 على ابعد احتمال. دكتورنا الفاضل، تقدم انسحبوا من عنده 10 او اكثر، 10 طبعا الظاهريين، واكاد اجزم لك اكو تواقيع خفيه للنواب ينحرجون يحجون. ترى الشيخ شعلان الكريم مرشح حزب تقدم وممثل كتله رئيس كتلتهم البرلمانيه، يعني تسلسله العاشر ما بين المنسحبين الرسميين، خلي خطين دكتور جو الرسميين، اكو نواب عندهم تفاهمات مع كتل من ضمنها كتلنا بس ما يحجون، يعني الناس مستحين. صوتوا الاخ سالم، انا اجسم لك وانا قريب جدا من الاخ سالم والحراك السياسي والقيادات، ثق بالله نواب من تقدم صوتوا للاخ سالم الذي نريد نواب من تقدم، نواب من تقدم صوتوا لسالم العيساوي. لا من فضلك. نعم نواب من تقدم صوتوا لسالم العيساوي، تقدم صوتوا لسالم. زين اقول لك انطيني اسماء عندك، ما احكي لك هذا الكلام بخصومه سياسيه ونحب من او نكره من.